تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفادت مصادر طبية في غوطة دمشق بإصابة عدد من المدنيين بغاز الكلورسان في بلدة عين ترمة جراء هجوم نفذته طائرات قوات الأسد على المنطقة. يأتي ذلك بعد ساعات من تصدي فصائل المعارضة لمحاولات تقدم قوات الأسد وميليشيات موالية لها إلى عدة محاور في جوبر وعين ترمة. أعرب وسيط الأمم المتحدة في عملية السلام السورية ستيفان دي مستورا عن أمله في تحرير مدينة الرقة قبل الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف. وأكد دي مستورا في وقت سابق أن مكافحة تنظيم داعش وتحرير الرقة ورفع حصار داعش عن دير الزور يمثل أولوية مشتركة. أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية بأن قياديين اثنين في تنظيم داعش قتلا أثناء محاولتهما الهرب من المدينة القديمة في الموصل. وأضاف المصدر أن القوة قتلت القياديين بعد معلومات استخباراتية عن خروجهما عبر نهر دجلة من الموصل القديمة. قتل 5 أفراد من الشرطة المصرية اليوم إثر هجوم مسلح في محافظة الجيزة قرب القاهرة. واستهدف الهجوم المسلح أفراد الشرطة أثناء وجودهم في حاجز أمني في قرية أبو صير في المحافظة. وكانت المحافظة ذاتها شهدت في وقت سابق هذا الشهر قتل 3 أفراد من الشرطة جراء هجوم استهدف نقطة مرورية في قرية البليدة. في أول زيارة لها إلى العراق ذهبت ملالا يوسفزاي الحائزة جائزة نوبل للسلام للقاء الأطفال في مخيم حسن شام لنازحي مدينة الموصل من أجل تسليط الضوء على احتياجاتهم وحقهم في الحصول على التعليم. والتقت يوسفزاي مع قاطني المخيم خاصة الأطفال الذين حثتهم على الثقة بأنفسهم والسعي لتحقيق أحلامهم. أسفر هجوم للقوات الشرعية والتحالف العربي في محافظة لحج اليمنية عن قتل 13 فردا من ميليشيات الحوثي وصالح بينهم قيادي وأسر 15 آخرين والسيطرة على عدة مواقع. كما أحكمت القوات الشرعية سيطرتها على بعض المواقع الجبلية في سلسلة جبال كهبوب بإسناد من مقاتلات قوات التحالف التي نفذت عدة ضربات على المتمردين. تخطط شركة فيسبوك لكشف النقاب عن نظارة واقع افتراضي لاسلكية جديدة أقل سعرا من نظارتها الحالية. ويصل سعر النظارة الجديدة إلى 200 دولار فقط وتعمل دون ربطها بالهاتف الذكي أو الحاسوب. كما تعمل هذه النظارة اللاسلكية على جعل الواقع الافتراضي في متناول الجماهير بشكل أكثر سهولة من قبل. نهاية الموجز، في أمان الله.